احنا نريد نعرف اهل المدينه اليوم شلون صار بهم الوضع، لان نعرف انه من يرتبك الوضع في شارع من الشوارع كل المدينه تتاثر. امس الناصريه مرت بوضع مؤلم، الكل حتى صفحات الفيسبوك كانت تنقل صور الناصريه خاصه التظاهرات اللي حدثت والجرحى والوضع المرتبك اللي صار في المدينه. حتى نعرف اخبار المدينه واهل المدينه هناك انضم لنا مراسلنا حقي كريم. مرحبا حقي. اهلا ازل، اهلا صباح الخير ازل، صباح الخير زينه، حياك الله. الحمد لله على السلامه، كونك كنت انت مشارك في هذه التظاهره من خلال تصوير ونقل الحدث. حقي اليوم المدينه شنو شهدت من اجراءات امنيه وحتى الناس؟ يعني البارحه كان هناك امتحانات، طالبات ما قدروا يوصلون الامتحان وخسروا يوم امتحاني وهو دور ثاني. نعم. وما عندهم بديل، يعني احكي لنا اليوم شنو اللي صار. نعم. في المدينه. نعم نعم ازل، حقيقه اليوم كان من الايام الصعبه جدا على المواطنين في مدينه الناصريه. نعم. مدينه الناصريه اليوم شهدت حظرا للتجوال قبل التظاهرات، يعني من ليله قبل التظاهرات. كان هناك حظر للتجوال في مدينه الناصريه، تفاجأ الناس بهذا الحظر، خصوصا انه كان البارحه في امتحان للطلبه السادس الاعدادي. اكثر الطالبات واكثر الطلاب للاسف الشديد البارحه، وخصوصا الطالبات هن اللي تاثر بموضوع الحظر التجوال، منعت سيارات اللي تنقل الطالبات، هناك حالات ايضا الجسور كانت مقطوعه، حالات تنقل من بين صوب الى صوب الاخر لمستشفى الولاده، ايضا شاهدنا كثير من النساء تعبر الجسر بالذهاب الى مستشفى الولاده في مدينه الناصريه، اضافه الى ذلك كان هنالك كثير يعني بالعوده الى الطالبات، اكثر الطالبات البارحه ما قدروا يؤدوا الامتحان، وكان هناك جو مرعب، جو مخيف بسبب القنابل الصوتيه وبسبب حظر التجوال. طيب. اثر سلبا على كثير من الطالبات. اليوم شنو الوضع؟ طيب. هذا من جانب. نعم. اليوم شنو؟ هل اليوم اكو حظر تجوال لو الناس طلعت الى 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 اليوم ما موجود حظر، اليوم ما موجود حظر تجوال، لكن للاسف اذن البارحه القوات الامنيه في مدينه الناصريه هي من بدات الهجوم على المواطنين. نعم. هذا حسب تصريح المنظمين على التظاهرات، يقولون ان القوات الامنيه وحسب ما شاهدنا وحسب ما شاهدت كل وكالات الاعلام والمؤسسات الاعلاميه في منطقه الحدث، ان القوات الامنيه هي التي بدات بفتح خراطيم المياه. طيب. الحافظه على المتظاهرين. حقي، هل هناك تحقيق؟ نعم. بالموضوع اليوم يعني مجلس المحافظه هل اتخذ اجراءات معينه يعني البارحة لي كشف عن ملابسات الحادث؟ نعم. لمجلس المحافظه عده اجتماعات طارئه. نعم. هذه الاجتماعات ستكون نتائجها هذا اليوم، وايضا في اتصالات عديده للسيد محافظ ذيقار. نعم. حول ما جري يوم امس. نعم. نعم يعني احنا نتمنى يكون اهل المدينه بخير في الناصريه وان ترجع الاوضاع الى ما كانت عليه، ونتمنى من المتظاهرين ايضا ان يبقون على وضعهم الطبيعي وان تكون دائما تظاهراتهم يعني سلميه. شكرا جزيلا حقي كريم، واحنا نعرف انه يعني الناصريه يمكن هي كانت اكثر المتضررين كون هناك كان اعتداء واضح وصورته، يعني ماكو داعي انه المتظاهرين اصلا حتى يصرحوا بالموضوع، واضح من خلال ما نقلته وسائل الاعلام ان هناك اعتداء او من بدا الاعتداء هم القوات الامنيه، هم القوات الامنيه يعني منا وبينا اخواننا واهلنا وعمامنا، فاحنا إزاي. هذا اللي مأثر بينا، يعني احنا المفروض تكون القوات الامنيه تنزل تحميهم من الارهاب، انه خاف يكون هناك مندس بيناتهم ويفجر، لكن انه صعب انه يكون القوات الامنيه هي اول ما تبتدي بالاعتداء.